تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، تواصل مصر جهودها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة عبر معبر رفح. وتم اليوم دخول 70 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر معبر رفح حتى الآن، كما تم دخول 91 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، ليبلغ بذلك إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت اليوم إلى القطاع عبر معبري رفح وكرم أبو سالم 161 شاحنة، كما تم دخول 4 شاحنات غاز و4 شاحنات سولر إلى القطاع عبر منفذ رفح. أيضا استقبل معبر رفح اليوم وحتى الآن 26 مصابا فلسطينيا و61 مرافقا قادمين من القطاع لتلقي العلاج في مستشفيات محافظات الجمهورية. طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن مثل